فده شيء عظيم وشيء يعني بيزيد المحبة وبيزيد الترابط اللي بيننا وبين الشعب المغربي. وحرص جلالة الملك أيضا مش فقط على إخواننا العرب على المشاركة، أيضا على الأفارقة اللي هم إخواننا أيضا. فإحنا مش فقط إخواتنا في الميدل إيست من يتحدثون العربية، لا، أيضا إخواتنا من ولدوا على نفس القارة وعلى نفس التربة اللي احنا اتولدنا فيها. محمد رمضان رجاوي او ودادي؟ والله انا بحب الوداد وبحب الرجاء وبحب الاهلي والزمالك. لا انا مبسوط ان انا في المغرب، انا بحب دايما ابقى موجود، واي زيارة بتبقى في المغرب بتبقى حاجة بالنسبة لي حاجة خاصة. فتمنى ان شاء الله الناس تبقى، انا مبسوط ان انا تبقى موجود، اتمنى الناس تبقى سعيدة ومبسوطة ان احنا موجودين، وان شاء الله يبقى يوم حلو والناس تستفيد بيه وتبقى ممتعة بيه ان شاء الله. شكرا. هي ديالنا، ان هذه المدينه ولا هذه المنطقه راه جزء من البلاد ديالنا. حنا كما كنقولوا حنا حاضرين باش نحتفلوا بواحد العيد الوطني اللي عندنا، اللي كنحتفلوا به المغاربه كاملين من الشمال المغرب الجنوب ديالو الشرق ديالو الغرب ديالو. مناسبه عظيمه عندنا، نحاولوا اننا نكونوا عند حسن الظن الساكنه ديال المنطقه ولا سكان المغرب كاملين. اليوم رحنا مجموعين اللاعبين دوليين كاملين بجميع انحاء العالم، نحاولوا نعطي واحد الطبق اللي يرضي الجمهور ان شاء الله بحق.